مهندسة أميرة الشامي، مهندسة برمجيات وإلكترونيات. اسم المشروع هو سمارت ترين، أو القطار الذكي لحل مشكلة تصادم المزلقان تصادم القطارات وحوادث المزلقانات. أول ما فكرت الفكرة وقدمتها قدمتها في مكتب تايكو أسوان، مجمع مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بأسوان. مكتب تايكو قدم الفكرة في أكاديمية البحث العلمي، بحيث إن أنا أحصل على تسجيل براءة اختراع للمشروع للابتكار بتاعي. والحمد لله حصلت على طلب تسجيل براءة ورقم للمشروع. قدمت المشروع في شاركت فيه في معرض القاهرة الدول الرابعة للابتكار، كان معمول في شهر 11 اللي فات في قاعة الدول الاجتماعي في أرض المعارض. الفكرة هي عبارة عن إن أنا عملت نموذج أولي للمشروع، وان انا عايزه بعد كده ان انا اسوق المشروع واسوق المنتج بتاعي واطبقه على ارض الواقع. فهلاقي دعم من اكاديميه البحث العلمي وهي سكك حديد مصر ووزاره النقل العام والمصانع والشركات اللي ممكن تساعدني ان انا اطبق الفكره ديت وتبقى اطبقها على ارض الواقع وتحصل هنا في مصر، بحيث ان انا اكون حققت الهدف الرئيسي بتاعي، ان انا احقق الهدف الرئيسي بتاعي من المشروع ان هو يتطبق على ارض الواقع ويكون في حل فعلا للحوادث اللي بتحصل كل شويه على المزلقانات، والحفاظ على أرواح الناس. شكرا.